بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثالثة من كتاب التجويد، هدي المجيد في أحكام التجويد. مراتب القراءة. القراءة تنقسم إلى ثلاثة مراتب: التحقيق والتدبر، تحقيق التدوير والحذر. التحقيق: قراءة القرآن باطمئنان وبطء بدون زيادة ولا نقص، مع إعطاء الحروف حقها ومستحقها. الحذر: الإسراع بالقراءة مع مراعاة الأحكام بدقة. التدوير: قراءة القرآن بمرتبة متوسطة بين التحقيق والحذر. أما الترتيل فهو صفة مصاحبة للمراتب الثلاثة السابقة، فهو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. قال ابن الجزري في طية النشر: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير، وكل متسع مع حسن صوت بلحن العربي، مرتلا مجودا بالعربي. أحكام الاستعاذة والبسملة. أولا الاستعاذة. الاستعاذة معناها لغة طلب العوز والعياذ، اصطلاحا هي الاتجاه والاعتصام والتعصب بالله من الشيطان الرجيم. صيغتها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أرجحها لنزول القرآن بها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وغيرها. حكمها: قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اختلف القراء في حكمها، ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة عند بدء القراءة، وصرفوا الأمر في الآية السابقة استحباب فلا يأثم تاركها، وذهب البعض إلى وجوبها. والمذهب المختار هو مذهب الجمهور، أي الاستحباب. حكم الاستعاذة من حيث الجهر والإسرار. إذا كان القارئ يقرأ سرا، ده معناته هنا مواطن إسرار به. إذا كان القارئ يقرأ سرا، إذا كان يقرأ بالدور وليس هو المبتدئ. إذا كان القارئ يقرأ خاتما في الصلاة مطلقا. أما موطن الجهر بها، إذا كان يقرأ جهرا، إذا كان يقرأ بالدور وكان هو المبتدئ. فائدة: إذا عرض للقارئ ما يقطع قراءته من سؤال أو عطاس أو كلام يتعلق بالقراءة للتفسير فلا يعيد الاستعاذة. وإذا كان العارض أجنبيا كالتشاغل بالكلام العادي أو رد السلام، فهنا عليه إعادة الاستعاذة. البسملة. البسملة معناها البسملة هي المصدر من الفعل الماضي بسمل. إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، حكمها كده.